مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الحصة اللي خصصناها للطبخ. نروح نشوفوا مع شيف ريال واش طيبتنا اليوم. مرحبا بكم مشاهدينا مجددا، دائما مع الاطباق اللذيذه والشهيه والسريعه اللي تقوم بها وتقدمها لنا شيف ريال. اهلا بك. مرحبا بك معنا. الله يسلمك. واش تحضر لنا اليوم؟ اليوم راح نحضروا طاجين دجاج بالفقاع. دجاج بالفقاع. اون كومونس. عندنا الملح، الفلفل الكحل. هادو هما لي زيبيس كاع اللي نسحقوهم. هذا واش كاين؟ هذا ما كان. عندنا المورسو تاع الدجاج. عندنا لي شامبينيون. لي شامبينيون. عندنا اونيو هاشي ملحي. عندنا شويه تاع لا كريم فريش. وي اي لا موتارد. وعندنا لا موتارد. تري بيان. والما بيان سور باش نسقيو. فوالا نشعلو. جينيرالمون لي الجيريان يميلوا بزاف للاطباق اللي تكون سهله بسيطه، خصوصي مع الخدمه، مع ضيق الوقت، مع سورتو اللي تكون تخدم مسكينه. بيان سور. ديالو الملح نخلو الجد ديالنا يتقلى مع الزيت. ديرو البصل. شحال درتي حبه بصل؟ ونص بصل تكفي، ولا كانت كبيره حبه بصل تكفي. خلو البصل تاعنا يتقلى. نديرو شويه تاع الفلفل الكحل. واللي يحب يزيد زنجبيل، يعني دوتر زيبيس، يحب تما ان اوتر غو يزيد، مي لو غو تاع حادي سورتو دوك كي نديرو لا موتارد و شامبينيون تما، يعني دوك يجي فيها غو سبيسيال كي نديرو شامبينيون ولا موتارد. فوالا نمرقو، خلو باش الدجاج تاعنا يطيب. تقلي بالماء. عطيني زيد لي شويه ماء. ابتسام. وي فوالا سيدي. هكذا نخلو الدجاج تاعنا يطيب. ونروحو نشوفو كي يطيب الدجاج ديالنا وتغلي المرقة. نحو الدجاج ديالنا تكوتي وبالمرقة نكملو التحضير تاعنا. التحضير تاعنا. إذا مشاهدينا بيد ما الدجاج تاعنا طاب، نروحوا مع فاصل ونرجع لكم. اذا من بعد ما طاب الدجاج تاعنا نشوفوا لي طاب سويفونت. فوالا داكوغ. نحو الدجاج تاعنا. يعني ما تخليهش ينشف كامل، لازم نخلو لاصوص. نسحق لاصوص. داكوغ. نحطو. دوكا نديرو لا موتارد تاعنا. شحال قيس؟ 3 كويير. 3 كويير 4 كويير. قد ما تكون لا موتارد بزاف قد ما سولون لو غو. فوالا سولون لو غو. نديرو شويه تاع لا كريم فريش، ما نديروش بزاف. واللي ما عندوش لا كريم فريش باش يقدر يعودها، ما يقدر، معليش ما يديرهاش. ياغورت ناتور سي بوسيبل. لا لا ما يديرش دو بريفيرونس، ما يديرش. داكور. عطيني الميكسور. وي صحيتي. فوالا ابتسام. دوكا نعاودو نشالو، نحطو لاصوص تاعنا هادي لي ميكسيناها. نديرو لي شامبينيون تاعنا، نخلوها تغلي. داكوغ.
وراه طاب البلا تاعنا. تري بيان، ساهل وبسيط ولذيذ. بنين. اكيد مشاهدينا نروحوا مع البلا فينال، لا كيسيون دي جور. لكن انتن جملك سيشرق. اربحنا تشكيلة كيراتين ثيرابي للعناية بالشعر لريميكتون، مجموعة كاملة من أدوات العناية بالشعر. ما عليكن إلا الاتصال بالرقم 3800-3801 أو 3802 والإجابة عن السؤال المطروح في حصة بنت رمضان. تشكيلة كيراتين ثيرابي لريميكتون مهتف من طرف ناشونال تكنولوجي. مشاهدينا الطبق تاعنا راه واجد اللي حضرته لنا الشيف ريال، نشكرك كثير على هذا الطبق اللذيذ، ان شاء الله ينال اعجاب المشاهدين. وقبل ما نختموا نذكركم مشاهدينا ولا نقول لكم على سؤال اليوم اللي هو ما اسم طبق اليوم. للاجابه عن السؤال تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق ارقام الهاتف الظاهره اسفل الشاشه. نلتقي بكم في الحلقه القادمه، الى اللقاء.